أهلا وسهلا بكم أصدقائي إلى هذه الحلقة الجديدة من حلقات الموقع الأول. في هذه الحلقة سوف نتعرف على طريقة تحويل راوتر TP-Link موديل TDW8961 أو ما يشابهه، حتى بغض النظر عن هذا الموديل، ما يشابهه من راوترات بنفس واجهة التعديل أو واجهة البرمجة نفسها. سوف نتعرف على تحويله إلى Access Point، تحويله إلى Access Point أو Repeater، أو تحويله إلى، إذن عندي راوتر أساسي عليه خط الإنترنت الرئيسي، أريد راوتر آخر أو تكرير للشبكة الويرلس نفسها في مكان أبعد. هذا الراوتر لا يغطي بيت منزل مساحته 200 متر مثلا، أضع راوتر في بداية المنزل وأضع راوتر آخر في نهاية المنزل، عندي وعند صديقي في البيت الذي أسفل مني، في الطابق الذي أعلى أو أسفل مني، أيضا يريد أن يأخذ شبكة من عندي ولكن الشبكة لا تصله بشكل صحيح أو تصله بشكل ضعيف، أقوم بتحويل أو أقول له إن عندك راوتر سابق أو اشتريت راوتر وليس لديك خط تليفون، بإمكانك تحويل هذا الراوتر إلى Access Point Repeater لكي يقوم بتكرير الشبكة التي عندي في منزلي إليه في الطابق الأعلى أو الأسفل مني. طيب، ما هي الطريقة لتحويل هذا الراوتر إلى Repeater أو Access Point؟ الطريقة هي على الشكل التالي. بداية ندخل إلى Interface Setup، ومن ثم الانتقال إلى اللان، ها هنا أصدقائي يوجد عدة إعدادات يجب أن أفعلها لكي أحصل ولكي أحول هذا الراوتر إلى Repeater. بداية قبل أن أقوم بتعديل أي إعداد يجب أن أذهب إلى الشبكة، فتح مركز الشبكة والمشاركة، تغيير إعدادات المحول، ها هنا خصائص، ومن ثم أضغط ضغطتين متتاليتين على إنترنت بروتوكول فيرجن 4، ومن ها هنا أضع الاي بي التالي 192.168.1 مثلا، بالنهاية لنفرض 10 20، الرقم الذي تحبه. نضغط ضغطة واحدة هنا سوف تكتب هذه الأرقام لوحدها، ثم أضغط موافق، أنزل هذه إلى هنا. صحيح، أحببت أن أذكر أننا في حال الدخول إلى هذا الراوتر الطريقة التالية وهي 192.168.1.1 وهو معروف IP الدخول إلى الراوترات. طيب، إذا انتقلنا إلى إنترنت إنترفيس سيتاب، ومن ثم إلى اللان. داخل اللان أصدقائي سوف أقوم بتغيير هذا الاي بي الخاص بهذا الراوتر إلى رقم 2. إذا عندي الراوتر الأول الذي عليه شبكة الإنترنت هو 1، الآن الراوتر الثاني سوف يصبح رقمه 2، هذا في البداية. ومن ثم يوجد لدي هذا الخيار DHCP وهو بحالة ممكنة enable، سوف أضعه في حالة تعطيل، وهذا الخيار هو خيار بث الاي بيات، لان عند اتصال موبايلك او لابتوبك او كمبيوترك بالراوتر سوف يعطيه اي بي، سوف يعطيه عنوان. في الراوتر الثاني نحن بحاجه الى تعطيل هذا الخيار لان هذا الخيار ممكن في الراوتر الاول، في الراوتر الاول تم تمكينه ديفولت يعني تلقائي. تمام، بعد تمكين هذا الخيار ها هنا نضغط على سيف، ننتظر قليلا ريثما يتم حفظ الإعدادات. الآن بعد حفظ الإعدادات سوف أنتقل إلى 192.168.2، انتبه نقطة 1.2، لأن الراوتر أصبح هكذا عنوانه، نحن غيرناه إذا لاحظتم، كان 1.1 سويناه 1.2. نلاحظ أننا دخلنا عليه admin. تمام أصدقائي، إذن لاحظنا في البداية نحن دخلنا على العنوان 1.1 لكي نقوم بالبرمجة. بعد البرمجة والانتهاء من تغيير إعدادات اللان التي تكلمنا عليها في interface setup lan ها هنا، والتي قمنا بتغيير الاي بي الى رقم 2 ومن ثم وضع دي اتش سي بي في حاله ديسيبل ومن ثم سيف،
في هذه العملية قد قمنا بجعل هذا الراوتر ريبيتر للراوتر الأول. طيب يأتي سؤال، هل أستطيع وصل راوتر ثالث؟ نعم، ثالث ورابع وخامس وعاشر. نعم، كيف الطريقة؟ بتغيير هذا الرقم فقط. إذن الراوتر الثالث سوف تسميه ثلاثة، الراوتر الرابع رقم أربعة، وهكذا وهكذا صعودا. تمام، ولا ننسى أن الراوتر الأول رقمه واحد. بعد الانتهاء سوف تتذكر أو تضع ورقة صغيرة على هذا الراوتر، تلصقها بخلفية الراوتر أو بأمامه أو من أي ما أردت، تضع عليها أن IP الخاص بهذا الراوتر أصبح 1.2، أصبح 1.2 لكي تدخل عليه وتعيد برمجته. بعد أن جعلنا هذا الراوتر Access Point أو Repeater، الآن ننتقل إلى Wireless. ننتقل إلى Wireless، وبالWireless يمكنك وضع كلمة سر جديدة ووضع اسم للشبكة جديد. يعني هنا يمكنك الراوتر الأول سميناه TP-Link، الثاني فرضا نسميه TP-Link 1، TP-Link 2، TP-Link 3، وهنا يمكنك وضع كلمات سر مختلفة عن الراوتر الأول. الآن ماذا يجب أن أفعل كهاردوير ليصبح ريبيتر؟ أنا كسوفتوير جهزته لكي يكون ريبيتر، ولكن هاردوير ما هي الطريقة؟ الطريقة هي وضع كابل شبكة. ملاحظة مهمة جدا، هو وضع كابل شبكة ما بين الراوتر الأول والراوتر الثاني. إن لم تضع كابل شبكة بين الراوتر الأول والراوتر الثاني لن تستفيد شيء ولن يكرر الشبكة، لأنه أصدقائي الريبيتر الحقيقي والأكسس بوينت الحقيقي هو عبارة عن جهاز يأخذ الشبكة ويعيد تكريرها ويرلس لاسلكيا. أما نحن هذا الراوتر الذي لدينا هو راوتر عادي، هو راوتر عادي، ونحن يعني قمنا بأخذ الشبكة سلكيا وكررناها ويرلس. ويمكن وضع راوتر ثالث ورابع وخامس دون وضع خط تليفون عليهم، أكرر دون وضع خط تليفون عليهم لتكرير الشبكة. بهذه الطريقة أصدقائي قمنا بتجهيز راوتر لجعله ريبيتر أو أكسس بوينت أو سميه ما شئت، سميه ما شئت، لكي يكرر الشبكة، ولكن عن لكي يكرر الوايرلس عن طريق راوتر أول ولكن عن طريق كابل الشبكة. شكرا لكم أصدقائي، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة من حلقات الموقع الأول.